بعض الناس هدانا الله وإياه منهم يقولون فضل الله سبحانه وتعالى أجبال بداية يحلقوا فيه أجبال كل يمكن يتطير يتشائم يعني دائما يظن أن المصيبة قريبة تأتي جون تا قوم مين بطنول من آه تحنا لين ويبوي من آه نمبي كان تحمل من كارلان يعني مثلا يرى أكرمك الله كلب أسود أو غراب أو طير هكذا يقول أو هذه مصيبة تأتي اليوم دوجي كيكن شاك مام رسك أي رسك ساك بسي أنوي دائم مين كان تومري هذا جد جد كيهان 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 من آه أي كيهان كارلان نمبي كارلان وهذا كثير عند الناس رجله اليسرى إذا فيها شيء من التلميذ أو شيء من هذا يقول اليوم مصيبة تأتي كان كيف كان أبي يقول للكيف شوي بقي رجله مين كان مين رجله مين أي من هو لو كان كيف شوي كيف كان مين 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 أبي يقول كان لا تم في شك شك مين لما هو سمع فيه أو يسمع بعض الأصوات يتطير منها يسمع صوت الحمار أكرمك الله يقول اليوم تأتي مصيبة أو يتطير ببعض الأشخاص يقول هذا الإنسان هذا مشؤوم هذا لا يأتي إلا معه المصائب كلها هذا من الشرك هذا حال المشرك المنافق الموحد لا يتطير الموحد دائما يتفاءل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ما علاقة الطير ما علاقة الأشخاص ما علاقة الأرقام بما يحدث لك بعض الناس يقول أنا لا أمشي في هذا الطريق لا ألبس هذا الثوب يريد يتزوج في يوم كان يقول لا تزوج في يوم الأربعاء مثلا جميل كان ngày ngày còn tay cái bàn chân hai khi mình đi được nông ngày đầu tiên mình được dịp ngày ở phía ác chân từ mình ai đi cả bàn thì هذه الأشياء تراها تسمعها لا علاقة لها بعلم الغيب ما سيقع رأيت أمي تبع تبع أمي بان لي cứ biết niên tầm nét tầm non chỉ mua những cái vay bạn cắt lại được co à vay đã áp tầm bang bạn đại mình cắt lại được không ngày nay cô từ nhiên tầm nét tầm non thì gì توكل على الله لا ترجع لا تعتمد على هذه الأشياء نعم